تقول له أنت كافر وتحكم على الكفر. من يحكم على أشخاص الكفر؟ العلماء. أنت تخوفه بالله. وما يمكن إنسان مسلم يتم الصبر، مفهوم؟ ولا يتم الصيام كذا. نعم. طيب، إذن يجب الصيام على المسلم خرج لهذا الكافر إذا لا أرد أن يصحح التوحيد قبل دخول الشهر. الثاني، الثاني المسلم العاقل، المسلم العاقل خرج بهذا المجنون، هل يجب الصيام على المجنون؟ لا، رفع عنه القلب. طيب سؤال، الذي يعرف رفع عسكر العمال الذي يتكلم عنه رفع عسكر عليها، هل يجب الصيام على السكران؟ أم لا؟ يعرف رفع عسكر، هل يجب الصيام على السكران؟ نعم أم لا؟ لا. لا يعني معنى هذا، هذا يقول جزاك الله أنا أشرب خمر وليس علي الصيام صحيح؟ الصلاة قال أيضا لا صلاة عليك، يشرب خمر يقول لا صلاة ولا صيام الحمد لله خلاص يقول لا يسر لا هذا يشرب الخمر نقول له اسمع يجب عليك الصيام ولا تشرب خمر وتصوم صحيح؟ نعم لأن الآن المجنون جنة اختياري لا واستقرار إذا المجنون زيادة إذا ما يمكن أن نقول السكران لا صيام عليه نقول تصوم وتبرك الخمر ولا بد طيب البالغ خرج بهذا غير البالغ أي الصغير فهل يجب الصيام على الصغير؟ لا لكن الصغير يخاطب من وجهين يخاطب الصغير من وجهين نخاطب مباشرة الصغير نقول استحب لك أن تصوم ونخاطب ولي الصغير نقول لابد أن تعود الصغار على الصيام من العجب من العجب لو تسأل أي واحد فينا هل رأيت يوم من الأيام والدتك أو أختك أو خالتك أو عمتك أو جدتك مفطرة في هذا رمضان وهي معذورة بحيل يقول لا حتى الزوج يقول ما أراها تأكل أمامي أبدا لماذا؟ تستحي لكن هناك من ليس معذور أمام الملك عيانا جهارا يفطر في نهار الله حتى بالدخان صحيح؟ هذا محارب رب العالمين مجاهد بالمعصية المرأة وهي معذورة ما تراها حتى الزوج يقول ما أرى والله صحيح واقع واقع طيب إذن الإسلام والعقل والبلوغ وقلنا غير البالغ يعول على الصيام وكان السلف رضي الله عنهم يأتون بالصبيان إلى المساجد ويعطوهم شيء من الألعاب حتى ينسوا الطعام والشراب نعم والولي يعود على فعل الطاعات وترك المنكر ما بماذا نعرف ان هذا بالغ كيف نعرف ان هذا بالغ او غير بالغ ما هي علامات البلوغ كيف نعرف لو هذا قال بالغ او لا اصوم او لا اصوم ماذا نصنع علامات البلوغ ثلاثه اي عند الذكور وعند البناء الاول اتمام 15 عام إذا أتم 15 عام والثاني الاحتلام والثالث إنبات الشعر الخشن حول الغبن هذه ثلاثة أشياء يعرف في البلوغ عند من؟ عند الذكور وعند الإناث تزيد المرأة أمر رابع وهو الحيض مفهوم؟ نعم من يعد لي هذه الأشياء الأربعة؟ الأول 15 سنة إتمام 15 عام الثاني انبات الشعر الخشن حول القبر والاحتلام عند الذكور عندنا تزيد المرأة بالحيض
واحد يتلف انت على دوله صح احترم ضعف طيب نعم ان يكون قادر كل القادر صحيح خرج بهذا المريض صحيح خرج بهذا المريض هل يجب الصيام على المريض ننظر حسب المرض الله حسب المرض ما يضر به الى صار فهذا لا صوب بل احيانا يجب على الفطر من هذا الله يجب نقول واجب ادوكم يجبون التهوى مريض بفقد دم وقال له الطبيب اذا توقفت عن اكل الشرب صم قد تموت هذا لو صام له اهل طيب الثاني جرح باصبع فتسال لماذا لم تصم قال المريض يسال لا اسال اذا عطاس زكام جرح باصبع هذا ليس بالمريض مفهوم اذا المريض ما يضر به الى صار سكري نعم نعم مقيم فتح الله عليه خرج بهذا المسافر خرج بهذا المسافر هل يجب الصيام على المسافر لا يجب على الصيام لكن الأولى للمسافر أن يصوم إذا لم يصوم عليه لماذا الأولى للمسافر أن يصوم لأن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم الثاني أنه هذا أسهل عن الكلة الآن عندما تصلي مع تراوي مع الناس تصلي ما هي ولو صليت وقت قد لا تصلي أو تصلي ركعتين أو ثلاث ركعات الصيام مع الناس أسهل هذا الثالث إدراك فضيلة رمضان الرابع أن قد تؤخر وأنت تعرف أنه كان عليك أحيانا قضاء أخر إلى فترة وقد تمرض وقد تموت وما إلى ذلك إذا المسافر لا يجب عليه الصيام ويجب عليه القضاء إذا أخطأ لكن الأولى بالمسافر أن يصوم ما لم يشق عليه السادس تمييز فتح الله عليه الله يبارك فيك الخلود من حيض النفاس مرأة مسلمة عاقلة بالغة صحيحة مقيمة نزل عليها دم الحيض النفاس يحرم في حقها الصيام نعم هذه الأمور ستة من يعيد عليه الستة كاملة يلا بسم الله يجب على المسلم العاقل البالغ القادر الصحيح المقيم والخلو من الحيض والنفاس من يعيد على الستة نعم المسلم مسلم عاقل بالغ صحيح الخلو من الحيض والنفاس مقيم الخلو من الحيض والنفاس مسلم بالغ صحيح حيض النفاس خلو من حيض النفاس مقيم لا عشان نعم الشيخ هذا مسلم عاقل بالغ صحيح مقيم قال من هذا المسلم من يعيدها بسم الله مسلم بالغ عاقل مقيم صحيح خالد من هذا المسلم الحمد لله تفضل نعم كلمه واحده ناخذ نصف ساعه او شيء من هذا طيب من يعرف مفسدات الصوم المفطرات من يعرف البقيه ما يصوم جدا ما تعرفه قد تاتي لمفسد وتغير الصيام الفاطر صحيح ام لا صحيح ما هي مفسدات
الصيام. من يعرف من صفات الصيام؟ بقي الناس صوم. ما هي الصفة؟ أسرف. لا أسرف. أنا خمسة. من يعرف من صفات الصيام أخوانا بقي ما تعرف؟ أسرف. نعم الأول فتح واعي. يقول أول مسلم الردة عن الإسلام، لأن الردة مضطر كل الأعمال، هذا أخطر ما يكون في الصيام. كيف؟ سب الرب، سب الدين، سب النبي صلى الله عليه وسلم، يسجد الصنم، يطوف على القبور، يرتدي الكلب. الآن الناس الناس انقسموا في استعداد إلى رمضان إلى قسم. قسم يستعد للطاعة والنشاط والاجتهاد ودراسة فقه الصيام، وقسم من سنين يجهز لك تمثيليات كفرية حتى تكفر كفر أكبر من هذا الله، وهو صيام الرمضان. صدق الله صحيح؟ بالله فرض واحد يمثل أمة؟ كيف يمثل أم المؤمنين؟ رجل يمثل دور إبليس وأبو جهل، فهذا أبو جهل يسب الرب يا رجل، يسب الرب، يحلف بالله وبالعزة ويسب النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو تمثيل. ثلاثة جدهن جد وغزلهن جد، منها الردة، فهو يجعلك تتفرج على هذه التمثيليات الكفرية حتى تكفر كفر أكبر. كيف؟ وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معه حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. نعم أنت لا ممكن تتفرج على كفر وتسكت، سب الرب وسب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بالله بعزة يسجد الصنم صح؟ وقال التمثيليات الإسلامية برامج إسلامية نعم كفرية كفر أكبر. يا أخواني أول ما بدأوا مثلوا بالعين، ثم بعد الصحابة صغار الصحابة، ثم كبار الصحابة، ثم بعد الأنبياء، ثم كل الأنبياء الرسل عليهم الصلاة والسلام، ثم مثلوا الملائكة، ثم مثلوا رب العزة والله. الله نبقى طول الآن نشوف ما أسمع ما أسمع حد في الحال ما يمكن تتفرج هذه الأشياء تتفرج على كفر ممكن؟ لا. التمثيليات التي فيها فسق وفجور وغنى وكذا هذه كمان ما عندها إشكال فيها، لكن الإشكال في هذه تكبر. إذن أهم ناقل ذكر الشيخ الردة مبطلة كل الأعمال، هذا أهم ناقض عندنا، رد مبطل كل الأعمال. نعم الثاني الأكل والشرب بدون خير عمدا لو أكل وشرب ناسي صيام صحيح في الفرض أو في النذر، في الفرض أو في النذر. طيب شرب ماء في نهار رمضان أفضل أم لا؟ ما أحد يتكلم متعمد أفضل شرب سم في نهار رمضان مطعم واشرب سم سم اخطا متعمد نعم اخطر وكفر لا لا اسف على المهم شيء سم اخطا بنزين بنزين يا رجل كلما تعمدت متعمد فتح الله عليك اوقف السؤال ولا السؤال اوقف
أكل بلاستيك، هذا بلاستيك أكل ترع بلاستيك كل ما دخل بالدور أفضل. تمام السؤال الجديد، إذا أكل بلاستيك أكل خنزير هذا يكون معك في المستقبل مجنون هذا لا لا مو مجنون هو يأكل بلاستيك نعم أفضل. طيب وضع قطرة قطرة في عين قطرة في عين يا أخوة هذا يعرف لا جوف ولا معدة أفضل. وجد أثر هذه القطرة والمرارة في حلقه أفضل أم لا؟ عندما وضع القطرة وضع وجد المرارة في حلقه لم يخطئ، لأنك لا تسمع إنسان يا يشرب من عيني يضع عندما يشرب ويضع الماء في عيني صحيح؟ هذا الذي يقول أفضل ما يعلم من أين يشرب الإنسان نعم ما نعلم.